بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثيم بمنتهى البساطة نروح لقائمة ديزاين ونبتدي نختار الثيم اللي احنا عايزينه، جاست كليك واحد عليه راح يبتدي يتطبق. الجانب الثاني يا جماعة على الثيم، ما هو بيديني مجموعة من الثيمز الجاهزة. الثيم طبعا راح يتطبق يا جماعة على كل السلايدز بتاعي، يعني أنا كنت عامل أو أنا كنت حاطط حتى السلايد الأولانية بتاعتي اتغيرت. لو انا عملت جيت اعمل نيو سلايد هلاقيها هلاقي متطبق لي على الثيم الافتراضي اللي انا كنت موجود عليه. الجانب التاني يا جماعه اللي انا ضغطت كليك يمين، خلوني اعمل كنترول زد مثلا، كنترول زد مره تانية عشان ارجع الافتراضي بتاعي. لو انا عايز اطبق الثيم على سبيشال سلايد يا جماعه، جاست هبتدي اضغط كليك يمين عليه واقول له ابلاي تو ذا ماتشنج سلايدز، اللي زي كده ابلاي تو اول سلايدز على كل سيلكتد سلايدز، بس هيطبق على السلايد ديت بس والسلايد التانيه تفضل زي ما هي بالافتراضي بتاعها. الرايت كليك مره تانيه واقول له سيت از ديفولت ثيم، خليه هو الافتراضي. ضغط بشكل عام اعدادات الخاصه بالثيمز. لو انا طبعا فتحت السهم الصغير ده هلاقي عندي اوبشنز، اوبشنين براوز فور ثيمز، هو بيدور على الاكستنشن بتاع البرنامج ATHM ATHMX. تمام، طبعا دول الستوري لاين ثيمز. انت ممكن تروح للكوميونتي وتعمل وتعمل سيرشنج على الثيمز ديت وتحاول تنزل اللي تقدر عليه. طبعا لو كنت لقيت، ولو انت كنت عايز انت بنفسك وقت تعمل ثيم وتحفظه هتبتدي تحفظه طبعا بنفس الاكستنشنز بتوعك. ده في الجانب لو انت كنت عايز تعمل شيرنج ليه مع الناس يعني، وتبقى انت صممت الثيم بتاعك بنفسك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.